2 نيسان 1981، محطة تاريخية بسياق حرب لبنان، حيث يرمز إلى معركة زحلة بين الجيش السوري من جهة وقوات الجبهة اللبنانية بقيادة بشير الجميل من جهة تانية. وقد كانت لهذه المعركة تداعيات إقليمية كبيرة، حيث كادت تؤدي إلى مواجهة شاملة إسرائيلية سورية على أرض لبنان، غير أن الأزمة انتهت بحل قضى بخروج قوات بشير من زحلة ونشر قوى الأمن الداخلي بالمدينة. لكن بعد سنوات انقلبت الأمور رأسا على عقب.